وي تبرد اي قالك المندبة حقيقة يقولوا المندبة كبيرة وما يدفعر ما يدفعر مندبة كبيرة حقيقة يقولوا مندبة كبيرة وما يدفعر المندبة كبيرة والما يدفعر ها راني غير ندبس سكتو علي سكتو حبيباتي المسابقة مازال راهي في القناة بالك وما تشاركوش 20 مليون راهي ليكم 20 فائزة كل وحدة ولا كل واحد يتحصل على 1 مليون هذه هي الوغ انا درت فيكم الثقة وحطيت كاع الدراهم ماشي انا جبت الدراهم القنوات اللي راح تدعموها هما هذوك القنوات اللي هداوكم هذه المبالغ القيمة المبالغ الجد محترمة ليكم انتوما باش تدعموهم وعلى بالي باللي ما راحش يخيب الظن تاعي بكم لانكم انتم عائلتي انتوما هما الحباب تاع ريم وانتوما هما صحابات تاع ريم وانتوما هما الخواتات تاع ريم ربي يخليكم ليا واي واحد يقدر يشارك هاد الخطره درت الناس تشارك من جميع انحاء العالم يعني لا بغا تكوني في المغرب في لاشين ما على باليش وين في تونس في اي بلاصه تقدري تشاركي اختي تقدر تشارك خويا ما تقولش ما نربحش كاين بزاف قالوا كيما هكا خطره اللي فاتت وحده خلت كومونتير واحد برك خرجت في القرعه كل شيء بالمكتوب ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع انتم جربوا حطكم وكل شيء بالمكتوب يعني الواحد يدي غير مكتوبه هاد القنوات دخلوا عندهم راح نفهمكم لازم ديروا لهم ابوني في القناه وديروا لهم تخلوا لهم كومونتير في اي فيديو يعجبكم وتخلوا لهم كومونتير ما تقولوا لهمش جينا من طرف ريم ما لازمش تقولوا من طرف ريم لانه اليوتيوب راح يلغي الكومونتير تاعكم وهذا ما كان ديروا لهم ابوني تفعلوا الجرس تخلوا لهم كومونتير وديروا لي جيم في لا فيديو تاعي الفيديو تاعي اللي من قبل هذيك تاع العرس هذيك تاع العرس يوم عرسي هذيك اللي راح ندير عليها السحب وتخلوا فيه كومونتير اريد المشاركه راح نخلي لكم الفيديو مثبت في اول تعليق باش تقدروا تشاركوا حبيباتي راح تدركوا على اول تعليق تاعي راح تلقوا رابط الفيديو اللي راح ندير عليه السحب هذاك هو اللي راح تشاركوا فيه وانا راني نفهمكم في الطريقه يعني 20 مليون مبلغ جد محترم او تستاهلوا كل خير يعني لو كان عندي اكثر نعطيكم اكثر ولكن انا ما درتش حاجه من جيبي هادوك القنوات هما اللي بغاو يفرحوكم بهاد المبالغ الجد القيمه انتم برك ما عليكم برك يعني تجازيوهم بالابوني تفعيل الجرس تخلوا لهم كومونتير على حسب المحتوى هذا ما كان يعني ماش حاجه كبيره حاجه صغيره وان شاء الله تكونوا فرحتوا ومن دروك نقول لكم مبروك للفائزات من دروك يعني من الفائزات ولا من الفائزين ما يهمنيش الا كان كبير ولا صغير لا بغا نتوما 5 في الدار تقدروا تشاركوا لا بغا 6 10 50 واحد من العائله تشاركوا عادي جدا انا ما يهمنيش الا خرجتوا شحال من واحد من العائله تقدري تشاركي اختي نورمال بالعكس راح تزيد عندك فرصه النجاح ودروك راح نوريكم كيفاش تدخلوا باش تلقاو القنوات اللي عطاتكم هاد الهدايا وتدعموهم اكيد المهم راح تروحوا القناه تاعي كيما تشوفوا كاين اكوي كاين فيديو بلاي ليست كومينوتي شان راح تدركوا في شان راح تلقاو كاع القنوات اللي هداوكم هذه المبالغ الماليه راح تدخلوا ديروا لهم ابوني على القناه وتفعلوا الجرس كيما راني ندير ديروا باه يجيكم كل خطره جديد وباش انا يطلع لي تطلعوا لي في القرعه هذه هي المهم لازم ديروا طبقوا الشروط باش تخرجوا يوم السحب باش تطلعوا لي في القرعه يعني هذوك الناس كاع اللي طبقوا الشروط راح يطلعوا لي في القرعه لازم تكوني مطبقه الشروط تدخلي في اي قناه تخلي لها في هذوك كاع القنوات تخلوا لهم كومونتير على حسب على حسب الـ على حسب الـ الموضوع على حسب هذه يعني قلت لكم العقل السلام عليكم البنات ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم نرحب بلي زابوني الجدد اللي انضموا مؤخرا للقناه ونرحب بلي زابوني تبع القدم اللي دائما يبغوني ويخلوا لي كومونتير شابه كيما كيفهم المهم الفيديو تاع اليوم راح يكون مختلف على الفيديوهات اللي نحطهم في القناه وهي مقلب في قاعده غادي نقول له باللي اب راني اونسينت وي راني اونسينت وكل عمرك راني اونسينت وي 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 الوغ راح نقول له بلي راني اونسينت راح نشوف رده الفعل تاعها بالرغم من انه هو يبغي دراري وباغيني باش نزيد الدراري ولكن انا مانيش باغيه بصح المقلب اللي غادي نديره فيه راح نقول له راح نطيحه
ما راحش نخليه ويو وما نعرف لا نقدر نبكي ولا ما نقدرش نبكي. راح ندبر كشغونية مؤطرة باسكو انا الحاجة اللي تأثر فيا الوالدين. راح ندبر كشغونية مؤطرة ونشوف الا قدرت نبكي. تبعوا معايا فلوق تاعي يوميا. ها راني نحوس على بلاصة وين نخزن هذيك الكاميرا انا خايتكم. هو ما لقيتش بلاصة راني غير ندور وخايفة غير قاعدة يفيق بيا ولا غير راني نشوف فيه ليزار جا عليه مش باب والله غير عجبتني اللون عجبني بزاف. لازم نحوس على حاجة مؤطرة هكا باش دموعاتي يهودو. قالك إن لكيدهن لعظيم والله ما غلطو. شتوكي واعرين صدرت هاك خرجت له الدموع وبديت نندب له. المهم تبعوا الفلوق تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم المقلب اللي درته في عمكم قاطق. شوفوا 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 البكا شوفوا بصح والله العظيم غير بكيت والله غير بكيت من قلبي لغالبك وتعرفوا يعني ماهيش ساهله عليا والله غير بردت جنوني خرجت كاع شكاين في قلبي. خطا على خطره مليح الواحد هكا يخرج شكاين في قلبه يبكي ولا هضري ما تخليش في قلبك باش ما ديرلكش عباره ماهوش مليح. الوغ عبري شي عندك كاع في شكاين في قلبك قوليه اختي. لا بغا تهضري وحدك لا بغا في مرايا قوليه عادي نورمال. المهم تهضري ما تخليهاش في قلبك. علي زيد لنا سيري وحده اخرى. بابا انا عندك نور ما في ما بابا 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 عيط لسيدك انا عيط لهم مسلطة على علاها ما خليش قادر شحال 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 من ما نقدرش نعرف خاصني بخيس دو سون مانيش باغيه ما نخليش واش تطيحو راح نطيحو 10 شهور نخدم مكانه ما خصنيش انا تخوازيم بيبي انا قلت لك خطره اللي فاتت مانيش باغيه صافي زوج بزاف يا كوني حلو يا فرونتيير شفت التابلت سي توا كي فوا مانيش دوكو خنين دوكو خنين دوكو خنين دا جيلينو
نار تاني تاني سو بالا تاني سو بالا انا كعيط في السبيطار قالوا لي لازم لا بريزونس تاع راجلك هو يسني ورايا جو ديسيزيون ما عادش نديها وحدي راك تديها معايا قالوا لي ما لازمش تطولي باسكو كون تطولي راح تولي الحاجه صعيبه عليك انت يا بيت شورت صار لك كشف هدر معاك لا هي راه يعطوك شحال لادات لوطون الا زعما يكون اكثر من 40 يوم راح نقارديها انا ما نقدرش انا تعرف الوقت نتاعي كي داير راك تحوس على لوطون تاعي انا ما باغيهاش ضربك الدراري ما نقدرش الدراري ضربك سيرنا في عمرها 10 شهور مش سهلة ديجا مش سهلة نخدم وندخل الدار ونقضي ونعيا ونزيد الوحم ونزيد شي قد مش سهلة لا لا ما جا البيبي دخل وحده من هو؟ لا ما تساعدكش لا ما انت في راسك لا لا انت شكاين في راسك انا اللي تساعدك تيا تساعدني لا لا ما تقوليش انا اللي تساعدك انت تساعدني قولي نتايا وكون جيتي بلاصتي شو دير انا دوك راني نحكي لك على عفسه انت تقول لي حاجه واحده اخرى
ولو كان انا نقول لك نقارديه انت شدير بابا كيشان بابا صافي انا كيما نصفق لك ترقص لي انت ما فهمتش انا ما عندكش ديسيزيون ما عندكش راي ما عندكش فهم انا اللي تساعدك تساعدني الا ما الا انت ما طيقيش تابونفي ما طيقيش مع الخدمه الدراري وكاع باش ما يقول لك ما غاديش سيف عليك شي بسيف شي بسيف صح حرام حرام الا فات الاخر تاعو ممكن يكون فات شعر بينك كيف فات اش بغيت نقول لك شو قالوا لي قالوا لي لو كان الغرية مني كبر بيت الشر في الكون طايحي تموت هي مالي من دروق لك تروحين بابا وين تزعم يكون الخطرة التالية نعرف بابا واكواك نور بيت ربدي متين كان لك واكواك لا واكواك نعرف بابا بركينا لا وكان جات لا ديسيزيون في يدك انت شديه في يدي زيد انا شديت باغي دراري صافي كي قلت لك مانيش باغيه هي ما مفاهمه على قلت مفاهمه ماكش باغيه ما عليش نوض ما شديت انا كده انت هي ماكش باغيه ولا راني باغي كي تكمل ما انا باغيش علاش تكي على تقول لي من الاول ماكش باغيه وليت فاهم ما ما تقوليش ماكش باغية عمري صاي نورمال ما تخليهاش عندي باسكو تتمسكن كل السحلوف وي 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 صح صاي لك باغي نقارديه نقارديه انا ما كنتش ناوي ديجا جينا زعما ما كنتش ناوي ونكذب عليك ها لا دجاجة شوفي بصح علاه يجي ها علاه يجي ديجا شاي سيري بلي صغيرة نورمالمون كي يشوف سيري بلي صغيرة من عندها 19 شهر لا يولي عندها عام أكيد كذا. أيه. أيه صافيك ما غادي نقعدي إلا البيبي. لا ما ديليش هكا. شو يتيبو فيها؟ لا لا هضر معايا كادر قولي شنو راك باغي. أنا واحد بغي بيت زيت بيبي. قال لك صوقي صوق العجمية هذا وبيت زيت البطاطا. أم دراري غلطت صافيك ماشي ساهلة. مسؤولية كادر. راه متشريط بزاف هذيك في الاكشن طاح لك 100% شي بيه 100% ما تقولي 100% لا حنا زوج جامي رقدوا معانا نزيد الثالث شاد نقلع لي ونفرش حصيره البلاصه السوديه مع هذيك لا لا نشرو حصيره ونفرشوها في الله طاط شبطه فوق نادي يتحوس ترقد حدانا ها شوفي ما تقوليش شوفي عطيني هضر هضر معايا ما تقوليش شوفي باسكو انا ما نشوفش مانيش نشوف انا يا صاي ما تبغيش يعطوك شحال الاخر تاعو اليق بخيز 200 ها هي ديري بخيز بصح طول كاد 4 ايام 5 باش تخرج لك الريزولتا اه باوي يطول وكان تبغي تطيحي ديرك تطيحوا لك لا يعطوك كاشير هذا واه وقيله ما على باليش هو على كي يكون داير مينيت صغير ولا شي واش لا نطفه وقيله ما نعرفت كل علاقه في الحب كل عرفه
تاع نعرف ايوا كون طايحه نخاف نركب جري. ايه جوستون وعلى بياسك بغيت نقول لك على يطوق يعطوك شحال هو 40 يوم فوق 40 يوم حرام نعرف توقي لك ينفخ فيه ربي الروح فوق 40 يوم نعرف ما مش نكون له 40 يوم راهي حسب كل شيء ندير انا داك عطيت لنا سيمانه خرج هكا تيست فونسي انا اوكي اش خرجت باو خلا يطول جو كيما كي درت في سيري فايت شهر فايت شهر راهي فايت 40 يوم جميع جوات باوي ماما خليها انا ما جاوبش لي عادي لا بابا ايا اش ندير قاعدين شو شكرا فرحان راك تزعق انت اي انا مورا لا طايح لي وانتك فرحان وتقول لي قاردي وين مورا فتح هذا خير ربي يعطيك خير ومخطط كيلي بالدراهم كي بزعاقه يجي الدراهم مورا لا طايح لي طلع لي مورا مرحبا بها قال لك مرحبا صاي عندنا مانو تبلع ولا تبلع بابا ها سيري تيتا ها سيري شتي اختي ولا خويا وحده اما قولي اما قالت لك اختي ولا خويا قولي ها طيب لي الزيتون وجلبان طيب باش نقاردي البيبي ايوا كي نزيد وكاع كي ندير انا نبغي نرقد اه كيما هادي شكون اللي رباه انا اي صح يا راه سلم علي شكون اللي يقول لك انا نضرب انا باين سلم عليك هيا خلي خلي هاك درتيك مقلب الحرامي شوي الحرامي اللي جبته مقلب والله لا تنسيك مقلب معتك انا شو الشعور تاعك بعد ما ها هو صاي مورا طاح وعلاش بابا خطر زوج شرب هذا خطر زوج خليها تشعر صحيح صلي
هيا باي باي. يا صلي.